الأخت أم أحمد تقول: كنت أعيش مع عيالي وأم زوجتي تأخذ الحصص التموينية وتعطينا شيئا قليلا وتبخس في حقنا. أم زوجها تبخس، تعطيها قلاص هذه وما أدري كذا ونص ربع هذه والبقية تخليها جنبها. تقول: أنا جاء أحس أنه أنا بيني ما بين الله مبخوس حقي، حقي مأخوذ من هاي مرت عمي، وكنت أروح خلسة خفية أروح أشيل من المكان اللي هي تخزنه. الجواب: إذا كنت، شوفوا جاء أتكلم إذا كنت ترى الحكم مشروط، إذا كنت مظلومة في أخذ حقك، يعني مرت عمك ظالمتك ومبخوس الحق، يعني حقك مأخوذ عنوة غصبا، فيجوز الإنسان أن يأخذ حقه ولو بدون شنو؟ ولو بدون إذن الطرف المقابل. أنا أخذ حقي ولو بدون إذن مالتي، العدسات مالتي، ما أدري العدس، الحمص، الفاصولية، التمن، مالتي، فأروح أشيله. ولكن إن كنت مظلومة أو كنت مبخوسة حقك، مو أنه لا أنا ما أريد، يعني ما أقول أنه كل واحد يدعي، لا أقول إن هذا الإنسان هو بينه وبينه ربه.